السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبر سي واي اس 334. في لما ننزل الفيرتوال بوكس وبدك تنزل ايمج، فممكن انت تنزل اليوبنتو تخدمك، عفوا بعد ما تنزل الفيرتوال بوكس تنزل الكالي لينكس، فهذا راح يخدمك في امور كثير. في بعض الابلكيشنز بتكون اوريدي جاهزه ونازله، ما في داعي انك تنزلها من جديد، زي الوايلد شارب، زي سنور. ممكن يكون سنور نازل او مش نازل، بغض النظر في شغلات بتكون نازله، في شغلات انت بتنزلها. هلا من وين بدي اجيب انا الكالي؟ بجيبه من كالي دوت اورج. كالي دوت اورج، اوكي. هنا بالكالي دوت اورج بتختار انت الايمج المناسب لك. نحن يا ايمج للفيرتوال بوكس، فاتوقع راح يكون في معطي عندي داونلود. ايوه انا بدي اياه يكون تبع الفيرتوال ماشين او اندر فيرتوال ماشين، فبختار فيرتوال ماشين، فبيوديني على اللينك. بدك اياه 64 بت، هل بدك الايمج الخاص بالفي ام وير ولا الفيرتوال بوكس؟ فبتضغط على الفيرتوال بوكس. طالما نزلت الهايبر بازر نوع كان الفيرتوال بوكس، اما اذا كنت منزل هايبر بازر في ام وير فبتنزل هذه النسخه، نسخه الايمج تكون اندر في ام وير. اذا راح اكبس على هنا وانزل الفيرتوال ايمج ل نزلت انا عندي موجوده، نزلت على سوفت وير. طيب هذه هي نسخه الايمج التابعه او الخاصه، وهي بتشتغل اندر فيرتوال بوكس. اضغط عليها دبل كليك فبيعطيني اوبشنز اني انا بدي انزل لك اياه واربطه عندك على فولدر معين، فانت بتكمل معه للاخر. اين نزلتها؟ انا عندما جيت اشغلها اعطاني هذا الايرور مسج. الايرور مسج هاي هي عباره عن يا اما بقول لك failed to open this virtual machine كان لينكس كذا كذا، هذا الاسم الاسم الايمج. والاسباب implementation of the USB 2 controller is not found. فممكن تعمل ابديت لل virtual box اللي هو الهايبر براوزر نفسه، وأورجيكم كيف تعملوا ابديت. هلا المشكله انا عندي هنا، ليش مش راضي يشغل هذا الايمج؟ قال لي انه يا اما بينقصوا هذا السوفت وير، هذا السوفت وير ما بتنزله بالابديت، يعني ما بينزل معك بالابديت. اوراكل في ام فيرتوال بوكس اكستنشن باك، هذه بدي ادور عليها بالنت. او ممكن اني انا اعمل عمليات اني اهمال اليو اس بي 2، اعمل له ديسيبل. هون بحكي لي اذا بدك تحل المشكله ممكن بطريقه ثانيه تحلها، ممكن تعمل ديسيبل نوت ديسيبل ذات تي انكوبتبل فيرجن اوف ذا ديسيبل، اوكي. فممكن انا اطلب او اقوم بعمليه ديسيبل لل يو اس بي 2 حتى اشغل هذه الايمج. اذا خلينا ندور على هذه النسخه من النت. كوبي هذا احسن حل. حكيو انستول او داونلود. بندور هنا حي اوراكل في ام بوكس كذا فيرتوال بوكس اكستنشن. هنا زي ممكن هاي توديني على الداونلود ليلى، هي بتوديني كيف انزلها ويندوز انستولر. اذا كانت هي نفسها سنشوف
هاي فيرتشوال بوكس نوعها مبني طبعا. هنا بدي احكي لكم شغله صغيره، انت ممكن تنزل اخر نسخه، اخر نسخه للفيرتشوال بوكس اللي هي اوراكل، لقيت اللي هي بتنزلها من هون زي ما كبست العام دي فيرجن 6.1.26 وتعملها عن باك، بدك تكون عملت ابديت للنسخه اللي عندك، سواء كان النسخه عندك موجوده بتعملها ابديت بهذه الطريقه، اذا مش موجوده بتعملها انستول وبتنزل فيرتشوال بوكس. اذا هي الخطوه الاوليه تنزيل فيرتشوال بوكس. الخطوه الثانيه اللي قاعد بدور على الاكستنشن، خلينا نشوف هاي اذا تعطيني اكستنشن. اوكي هذه تشوف هذا اللينك يس نعم نفس السايكل الثاني. اذا خلينا نعمل عليه سيرش على هذا الاكستنشن. هي انا اوراكل ما كنتش منتبه للنقطة، تفوز على هذه ودي يكون موجود الاكستنشن. اوكي ايه اكستنشن باك تفوز عليها وبنزلها الان. هذا لما بتنزله تعمل دبل كليك، بس خليه يستنزل كاملا، تعمل دبل كليك بتضيف على المشكله وهي هنا الاكستنشن، بعدين دبل كليك وبتنضاف كاكستنشن على الفيرتشوال بوكس هاي باي باي صح. بعدين تعمل اوكي عندنا بتشغل الكالي لينكس نجد انه بيشتغل. طبعا انا زي ما حكيت لك يا اما بتنزل اكستنشن يا اما بتعمل ديسيبل ل يو اس بي، تيجي هنا تعمل تشيل انيبل. هاي اذا ما كنتش قادر تنزل اكستنشن تشيل انيبل وتنحل المشكله، لكن انت هيك بتفقد ميزه من ميزات الهاي باي باسر. اوكي الباسورد للكالي لينكس يكون اليوزر كالي والباسورد كالي. هيك انا شغلت الكالي لينكس. خلينا نشغل التيرمينال هنا، والمرة السابقة حكينا كيف نعمل تنزيل للسنورت. شوفوا السنورت ناقص بي هل هي موجودة؟ مش موجودة، هو اللي بحكي لك انها مش موجودة، لكن عشان تنزلها بتحكي سي دي او سي دو ايفنت اي بي تي انستول سنورت. فممكن انا دو يو ونت تو انستول هو بيعملها يس. ابدا ايش الناس بقول اعطيني بس الباسورد، يعني انت طلبت سيبو الباسورد اللي هتكون كالي. يبدا ينزل لك سنورت، اعمل له يس هنا. ثم اضغط على اوكي بالماوس، هي بتحرك الماوس لهو. هيك ان شاء الله مرت الامور بسلام. بعد هذا العمليه بتكون نزلت سنوت. خلينا نتاكد سنوت ماينس بي هاي بيعطيني انه نازل وقت اعطاني هنا سكريبتنج، اعطاني اكويري نتورك ترافيك فروم ايثر كارد زيرو، وهو ما قدرش يعمل ستارت لان انا ما عملتش سودو. قلت له سودو سنورت اوكي هيك ممكن اعمل ستارت، بيبدا يعمل باكيت سنيفينج. طيب خليني اذكركم السنورت بيشتغل بثلاث مود، يا اما سنيفينج او لوجينج او
intrusion detection. عشان انت تشتغل the command to run snort and just show the IP address, RTCP, UDP, ICMP, بس فقط هذا. You can use sudo snort minus v. نشوف هنا إذا كان في شيء هذا ما في شيء هذا. أما إذا عملت minus vd إذا بنعمل see the bucket data as well as the header وبعض ال information لهذا bucket. هلا to see more descriptive ممكن تستخدم sudo snort minus vd. اوكي هلا بدي استخدم انا هذه المعلومات انا استقيتها من وين؟ من المانيوال مانيوال للستور باكيت لوجر اذا تم اللوجينج فممكن بهي الحاله تستخدم snort minus dev minus deb والنتيجه خزن لي اياها بلوج فايل minus l حط اللوج فايل مطرح ما بدك مطرح ما بدك حط اللوج فايل وهنا دوت سلاش تعني على الكرنت دايركتوري تعني على الكرنت دايركتوري دوت سنوت معناته بنفذ السنوت من الكرنت دايركتوري عادة احنا سنوت خلص معروف بالباك ما فيش داعي تحط السلاش السلاش كان اصلا مش حيكون موجود على الكرنت دايركتوري طيب اي اعتقد انه في ارسال من هنا الى هنا باستخدام نوع البروتوكول و تي تي ال له كان تلف فيها 255 حاطينها و اي دي سي وانسون هذا معلومات عن باكيت هلا مشان اوقفه بعمل كنترول زد اوكي انا هنا اذا نوت ماينس بي اس نوت سودو سنوت ماينس في دي بعطيك مور ديسكربشن ما راح استنى على نتائجين كذا وتجيك معلومه احنا نعمل كنترول زد وماينس بي دي اي بيعطيني مور مور ديسكربشن لوكر مود ممكن تقول له ماينس بي تي اي ماينس ال واحدد مكان اللوج خليني اقول انه اللوج بده يكون عندي هاي وين موجود انا بعمل ال اس طبعا سي دي لحاله بيوديك على الدايركتوري بي دبليو دي بيورجيك وين انت فانا موجود على كاري على سلاش هوم كاري عاده اليوزر بتكون على سلاش هوم وواحد باسمه تحت فولدر باسم اليوزر فاحنا هلا تحت اليوزر اللي بنشتغل فيه هو كالي فاحنا الان على فولدر كالي هذا اللي هو بيكون الفولدر اللي لك انت عليه صلاح كافه الصلاحيات انت الاونر لهذا الفولدر الان لو قلت على الروت فلو قلت الاس بيعطيني ايش المعلومات الموجوده على الروت بس انت موجود مش بالفولدر لو قلت له سيدي الحال برجع لك برجع على فولدرك بي دبليو بي هاي انت رجعت ل سلاش هوم كاري ايش الموجود انا سويت له سلاش هوم كاري في عندي ديسكتوب في عندي دوكومنت في عندي داونلود اند سو اون لو انا انشات فولدر اسمه ام كي دي اي ار اوكي لوج فانا ما راح اخزن اذا لما اعمل سبيسيفاي على فولدر لوج هاي الاس هاي بيعطيك الفولدر وين الفولدر هاي الفولدر هاي اللوج كيف بتعرف انه فولدر الاس ماينس اي ماينس ال بيعطيك هنا معلومات كامله فهتجد انه اللوج هي فولدر هاي دي دي تعني دايركتوري اوكي طيب لو جيت حطيت الامر فانا من الامر بجيبه من الويندوز انا هسه اضع الويندوز
لو جيت عملت له كوبي سودو سنورت بدل من هاي سلاش نقطة اوكي نقطة سلاش لوك يعني من المكان ما انا واقف السلاش هوم بالتالي وعلى الفولدر لوك فبهي الحالة هذه الدوت ما بمكانها يبدو لي انه انا روح عندي مش صح شو هذا طيب بعدين نشوف كنترول سي كنترول بي بيست طب كيف انا جبت من الويندوز لهنا بكون مفعل شيرد كليبورد بقوله باي دايركشن يعني انا بنسخ من هون ممكن استخدمه على الويندوز اشوفه الكليبورد على الويندوز وممكن من الويندوز لهنا هنا الكوماند انتر بيعطيني اي باكيت بيجي او معلومات وين راح يخزنهم راح يخزنهم جوا الفولدر لوك خليه شغال شوف ايش في اوامر ثانيه اذا لحديت هنا عملنا sudo snort minus dev slash n على الكرنت دايركتوري يروح على فولدر لوك إذن هنا okay all of these commands are with you but if you want to record the packets to the disk عبر تخزين على فايل you need to specify the logger the logging directory إذا بس not إذا ما تحدد شو logging directory راح يبدأ ينشئ ملفات بهذا logging directory هذه الملفات بتكون فيها معلومات عن الباكتس اللي بتيجي او الباكتس اللي اول كوميونيكيت اللي قاعد يصير اوكي سنوت والاجزر اوكي انا بقول لك اذا ما كانش هذا الدايركت الموجود سنوت راح ينشئه طيب ماينس ال هي عباره عن سويتش عشان تحدد انه العملية راح تكون عبارة عن لوكينج. طيب الآن لو جيت حكيت له هذا الأمر سلاش أو سنورت نشكو سلاش sudo snort minus dev minus l minus dev minus l minus log minus h طبعا هنا بدي احكي انه خزن لي المعلومات على اللوك ولكن هنا في عندي معلومه زياده انه يكون ماينس اتش الهوست من ضمن النتورك اللي هي 192.168.1.0 اذا هنا this rule tells us now that you want to print out the data linked and the TCP header as well as the application data into directory ismo log and you want to log the packets retrieved or retrieved to هذه network the هذا الكلاس the 192.168.1.0 اذا انا مطلوب مننا نعرف الكوماند او نشوف كيف طريقه الكوماند وكيف بتنفذ هاي هنا كوبي الان ارجع للتالي كنت ممكن اعمل كنترول زد و اروح على اللوج سي دي لوج بس مشان اتاكد انه في داتا هناك ما في داتا انا ما استقبلش او ما عملش باكيت خليني ارجع مره ثانيه سي دي نقطتين واجي احكي الامر هي ما مختلف شو بنعمل شو بنسوي خلينا نرجع مره ثانيه نشوف شو بنسوي إذن
sudo snort minus dip minus dab minus l log, لهنا هيخزن على folder log minus h بدي يكون أي جهاز جاي من النتورك التابع لل 192.168.1.0 slash abortion. وهنا نقدر نجرب الوضح بينا this will tell this node that you want to print out the data link and TCP ID header on data link TCP ID header as well as application data. هذا يعني من وين جاي او من وين عرف هذا الكلام انه بده يطبع الداتا لينك خاصه بالباكيت والتي سي بي اي بي هيدر الخاصه بالباكيت وكذلك الداتا ابلكيشن داتا الخاصه بالباكيت من هذه ماينس دي بي اي معناته هو بده الداتا لينك دي الاي بي بروتوكول والاي بي بروتوكول هيدر وكذلك الابلكيشن داتا وين بدي يخزنهم انتو دايركتوري طبعا بدي يخزن بفورمات معين انتو دايركتوري اللي هي دوت لوك اند وان تو لوك ذا باكيتس ويعمل ريتريف تو ذا 192.168.1.0 كلاس يعني كلاس سي نتورك اذا بعمل ريتريف لهذا الباكيتس على الدائره الخاصه بهذا النتورك all incoming packets will be recorded into subdirectory log directory and ولذلك تكون based on the address of the remote والتي تكون تابعه لهذا النتورك 192.168 اذا انا بس ركزت حالي او ركزت حاجتي على هذا الباكيتس اذا لوجينج هنا ممكن تستخدم سلاش انلوج سلاش بي اذا عمليه اللوجينج راح تكون ان باينري مود سلاش بي ثاني عمليه اللوجينج راح تكون ان باينري مود هنا كانت بتحكي انا ما بقدر استخدم فولدر لوج فانا استخدم الفولدر باكيت دوت لوج يعني you can manipulate the data or file in a number of ways through snort packet logging and into the detection mode. هنا اذا استخدم الباكيت دوت لوج هنا بحدد ايش نوع البروتوكول انا بقول بس بدي تي سي ال اي سي ام بي البروتوكول خاص بالاي سي ام بي النوع الثالث اللي هو نتورك انتروجن ديتكشن فتو انيبل نتورك انتروجن ديتكشن مود بحاجه انك تعمل له ريكورد every single packet sent down to the wire افرض انك بدك تشتغل بهذا المود تمام تعمل ريكورد لكل باكيت نازل او لكل باكيت بيمشي بالنتورك فهنا بتحكي sudo snort minus dbe dev minus log minus h لهذا النتورك minus c snort.com وهنا بهذه الحاله بتقول له كمان تتبع التعليمات اللي موجوده ب snort.com configuration. Then snort.conf is the name of your rules file. هنا it is also necessary من الواجب ان تعمل record data link header for most application. طبعا تعمل انت record لهذه data link بحاجه انت لجهاز سمارت جهاز يتحمل يعني ما بتقدر تسوي هذا الحكي على الخلوي تبعك. اوكي؟ يعني اذا انت بدك تعمل رن
خلينا نقول في فيرجن تنزل ممكن تنزلها على الخراويط، بس الريسورسز تاعها بتكون قليله. في هاي الحاله اللوجينج هنا ما راح يشتغل بشكل سليم. انت المفروض تتعامل مع جهاز البروف العالي، فانت حاول يعني انك تنزله على الجهاز برامات كويسه الهايبر فايزر لإله بتحمل. ايضا اليوبنتو اللي بدك تنزله بيكون يعني خلينا نقول فيها التولز المناسبه بتساعدك. انت ممكن تنزل حتى الاوبريتنج سيستم على الريزبيري، يعني كل وحده حسب طاقتها. الآن ممكن تستخدم الموت، ما أنت تحكي عن intelligent detection. الآن إحنا بنتعامل مع intelligent detection. الآن هفتح واحد تيرمينال ثاني نشوف الـ IP address لهذا الجهاز، بحكي ifconfig. فكونفيك هيعطيني انه الاي بي ادرس 10.02.15، البرودكاست 10.02.255. طب خلينا نعمل بينك لهذه اللي هي البرودكاست. بينك you want to ping استخدم minus b. اوكي نعمل minus b. اوكي شو راح تلاحظ هنا؟ في بصير هنا باكيت، وهنا بيحصل لانه السنورت شغلته انا في receiving مود، بعمل مراقبه وشو بيجي باكيت. نوقف هذه كنترول سي. الآن لو بدي أشوف هنا شو موجود عندي بالفولدر لوج الأس لوج، أي موجود في عندي لوج فايل أو لوج تو فايلز حتى. طب خلينا نشوف شو محتويات هذول اللوج فايلز. نعمل سيز اللوج، نعمل تي سي بي دمب. لا هي موجودة عندي هنا تي سي بي دمب ماينس ار وبتذكر اسم اللوج فايل. وش خلينا نشوف شو الفايل اللي هم الفايلات هذول. هذول الفايلين بقولوا تي سي بي دمب ماينس ار. اعمل دبلي هاي بعطيني اختار انه فايل بدك اياه، بدك هاي ولا بدك هاي. خلينا نختار هذه، نختار انتر، ثم انتر. هاي بعطيك ايش؟ بيرميشن دينايت اعطاني. طب انا شو عشان اخلص من هاي بيرميشن دينايت شو بنحكي؟ سودو سودو هاي كادي بالباسورد. اذا اعطاني هاي المعلومات. شوف لاحظ اعطاني انه الوقت اللي تم فيها الدمب هذا، نوع الفيرجن اي بي 6، هاي الاي بي ادرس السورس، الاي بي ادرس الديستنيشن، نوع البروتوكول ومعلومات، وهذا اللينك له 8 انسوب. اذا انا عملت ارسال بينك كوماند السنورت باللوك مود، اخذ هذه الداتا اللي بتيجي وخزنها باللوك فايل، هو خزنها باللوك على اللوك دايركتوري. هلا بالنسبه للنتورك انتروجن ديتكشن مود،
في إلها فورمات وحكينا to execute as ديمن أو to execute snort في هذا المود بنحكي sudo snort minus c بتحدد له بالضبط وين موجود الـ configuration هو موجود على الاتك snort configuration snort minus m بتحطه على الفار لوب snort لاحظ انت شوف تلفونه اختلف انه راح اقول له اتبع التعليمات اللي والرولز اللي موجوده في السنوب دوت كوم يعني انت اذا بدك تعمل عمليه ديتكشن بتحدد بالضبط شو اللي بدك اياه بتحطه بالرولز تنشئ انت رول خلينا نشوف هذا الحكي بالمانيوال لان بالمانوال اذا بدك تشتغل بالنتورك ديتكشن مود فانت بحاجه لانك تعرف كيف السنتكس اللي بدك تتعامل معها وبحكي لك هنا الباكيت هذا حتى انك تعمل عمليه ديتكشن فبدك اليرت وهذا الارت بيعطيك ايش انذار اذا تحقق شرط معين. There are several alerts output available لهذا الكوماند. في عندي اكثر من alert. الالرت يعني نوعا ما مش بسيطة لكن كل واحد لها اكثر من مود فهو حكي لك انه في عندي سبع مود ستة منهم لازم يبدأ بـ A command وهذول المودز اللي هم A fast هذه بتعطيني fast alert في حال إنه الباكت اللي استقبله السنوب في له property معينة بتكون محددة بال وين بتكون محددة؟ بالكونفيجريشن مش بالكونفيجريشن بإلها رول تكون إلها رول طبعا الكونفيجريشن بدل لك من وين تجيب هذه الرولز إذا اللي هي snort.com بتحدد بالضبط وين موجودات هذول الرولز إذا إيه فاست فاست alert مود حيث بيعمل write the alert in assembly format with timestamp وبيعمل alert message ويكون بهذا المسج source and destination IP port A full this is an alert is also defined alert mode if you specify nothing إذا هون ما فيش أي specify nothing this will automatically be used يعني أنت بدل ما تتعامل مع الكود هي A full هي A full هي default A and SOC هاي تعمل sending alerts to the Unix socket وبتعمل sending ايضا للانذر بروجرام بحيث ان هذا البروجرام بيقدر يعمل سنيفنج اي نون ما بيعمل شيء alert بيلغي الالرت اي كونسول وبيعمل send files to install alerts to the console screen اي سي ام دي CMD style alerts. طيب خلينا نشوف كيف شكل هنا عمل لاحظ بس لا كونفيج هنا نحدد بالضبط انو ديستنيشن بدي اعمل عمليه ديتكت الداتا فهو بيعمل ديفولت يحدد بالضبط وين بده يكون الاي بي ادرس وايش نوع البيس اللي بده يخزن عليه هنا مثلا سلاش ستوب هنا مثلا
لاحظ المعمل ماينس سي، حدد الكونفيجريشن حتى انه بدي اياها اي فاست بالنسبه لهذا الاي بي ادرس. تيجي من هذا الاي بي ادرس اكيد لازم يكون في شكل للرد او الريسبونس، اكيد في يكون محتوى معين او بشكل معين، فهذا لازم نتعرف عليه ايضا. شوف اذا مذكوره بالسلايدات كذا توكسيكوت ان دايما الباك جراوند ممكن يستخدم هذا. الرولز ايوه هنا بيحدد لك بالضبط كيف شكل الرولز. حيكون في عندي اكشن، يعني رول بيحتوي على اكشن، شو الاكشن اللي هو الالرت، مثلا الالرت بحدد البروتوكول، بحدد ايضا السورت اي بي والسورس اي بي والسورس بورت الدايركشن. طبعا الدايركشن اللي السهم بيكون المصدر اللي على اليسار السهم هو السورس، والمصدر على يمين السهم هو الديستنيشن. اذا كان السهم بالاتجاه المعاكس فهذا يدل على انه ال الديستنيشن جاهز ل الديستنيشن. فاذا طبعا عمليه يعني بده يستقبل نتيجه بالعكس، تقول والله انه بده يستقبل داتا بالعكس. خلينا نشوف هذا في شيء عمل ولا لا. هنا عمل بده اياه اي فاست، نعملها هون بلا بيست. مش موجود، مش موجود الا الكونف سنورد الكونف تحت الموجودة. فهو بحكي عن كوماند سنورد، احنا جربناه كان شغالة. طيب خلينا نشوف ايش المشكلة، هل هذا الفولدر موجود؟ من سي دي اتك اي تي سي CD قدروا على سنوت. اوكي طيب احنا وين نشوفكم كان ATC snort snort.com. خلينا نشوف هاي snort.com. جات snort.com. كنت احتمال راحة snort.com ممكن تقول تشوف بدي اعمل كات، انا خلصت كات ممكن يكون ديتكت سيرو كمان كات بيرمشن دينايت
sudo okay I'm داخل الكونف بحكي له راح يكون في عندي chat rules denial of service rules exploit rules and so on وهذا راح يكون موجودين على فولدر خاص بالrules يكون موجود عندي هنا rules ايوه هذا rules cd rules address فهذا شيء تكون واحدة هي قراها في الrules داخل خلينا نشوف واحدة منهم مثلا chat detool sudo chat هاي البيانات الموجودة فيها طبعا انا بلاحظ يعني لفة كبيرة هاي مثلا وين هاي alert هاي احد الرولز alert البروتوكول تي سي بي وهنا من اني انه اي بي ادرس موجود على هذا الهوم دوت نت اي بي ادرس مدرج بهذا خلينا نقول النيم سبيس اني بورت اوكي اذا هو بس بقول لك تي سي بي من ضمن الاجهزه اللي موجوده على هذا النيم سبيس يكون هو المصدر ورايح لهذه المصدر الثاني بشرط ان يكون محتوى المسج محتوى الباكيت يحتوي على هذه فيها هذا التكست chat by secure access بدي يكتمل لي لوب بدي يكتمل لي اليرت يعني في حال انه يلاقي الباكيت فيها شرط من هذه الشروط عمل لي اليرت وطبعا في عندي هنا rules كثير rules كثير هذا الرول هذا الرول فانت ممكن تقول والله انا بدي اشغل الشات رول واخلي السنوت يراقب ايش الاحداث اللي قاعده بتصير بناء على الشروط اللي انت بتحددها طبعا هنا شو بحكي لك هي بالسنوت دوت كوم نفذ لي الرولز اللي موجوده بسنوت دوت كوم تعال نروح نشوف على سنوت دوت كوم شو هم الرولز او مش هم شو مش قصدي شو هم شو هم الكاتيجوري اللي بدك توديني عليهم نرجع على سنوت طب هلا انا بدي اشوف اللي انا موجود هسه على موجود على ايتيك سنوت دوت على روتس هلا الملف موجود على الفولدر سنوت فبدل ما ارجع لورا اعمل سي دي باكس وراح بقول له شات بالعكس الدور الاول اوكي هذا وين موجود سنوت دوت كوم بقول له ارجع لورا من كان ارجع لورا تطلع بهذا الشكل فورجيني شو موجود دلوقتي هي بحكي لك هنا نفذ لي الرولز اللي هم باد ترافيك قول وشات رول اللي شفناها قبل شوي دينايل اوف سيرفيس رول وكل هذول موجودين على هذول الباث يعني كانه بقول له هيا الاس نفذ لي الرولز هيا نرجع رجعنا لورا شوف شو الشغلات اللي المفروض ينفذون مثلا على سبيل المثال ود نس رول بدي اشوف هذا الملف اللي اسمه ود نس رول بيكون هنا هيا يعني كانه بتقول له انت نفذ لي كل الرولز الموجوده في هذا السنو دوت كوم واللي بتكون موجوده على الفولدر فراح يفتحهم واحد واحد ويقوم بعمليه التنفيذ يراقب حسب الرولز المذكوره لديه فمن هذا النوع من انواع سنوت بيشتغل على كانتروجين ديتكشن بحيث انه يراقب لك اذا تحققت الرولز يعطيك اليرت يعطيك alert اذا بالبدايه هو الفورمات للرول تبدا ب alert وبتحدد ال هي
اللي بتكون بالبداية بحطها الأكشن. هاي لاحظ، خلينا نرجع مرة ثانية. تبدأ الروتس بالشكل التالي: أكشن، بروتوكول، سورس اي بي، سورس بورد، والدايركشن. ثم بعدين اوبريشن، خربطنا بالدايركشن. اوكي، ثم بعدين طبعا بعد ما تحدد الدايركشن بكون بتجي على شكل سهم. ثم بحكي له destination والdestination board، ثم الاوبشنز اللي انا بدي اضيفهم على هذا الرول. مثلا بدي ادور على تكست معين، بدي شروط معينه اللي تحققت، فبدي هذا الاكشن. الاكشن قد يكون alert، قد يكون log، قد يكون بس، وقد يكون activate، وقد يكون dynamic. هذه هي الاكشن. كل وحده ممكن انا اطلع بالمانوال يعني شو يعني الاكشن، ادور عليها. ممكن الاكشنز ايوه، هاي اذا هاي حدد لي هنا هاي مثلا رول. راح تشوف بالرول هذا بدي اعمل اليرت اذا كان معلو بروتوكول تي سي بي من اني اي بي ادرس الى واني بورد، من مصدر من وين جاي من برا، وبحيث انه الباكيتس راح توصل للاي بي ادرس 192.168.1.0 على سلاش 24، يعني اي جهاز موجود على هذا النتورك، وبده يوصل على بورت 111. ومن ضمن الشروط اللي بدي اياها تشوف هي هذا الباكيتس، تعمل لي اليرت اذا كان الكونتنت تبعه يحتوي على هذه الباترنز، ويحتوي من المسج على من ضمن المسج يحتوي على هذول تو باترنز ماونت او تو، ماش نسميهم باترنز، نسميهم تو سيكونس سترينج ماونت واكسس. فاذا تحقق هذا الشرط اعطيني اليرت. وطبعا انت شفت كيف هون بيخزن الاليرت على اللوج، يكون انت حاطه على اللوج. قاعد تحكي له السنوت، هي هي الامر وين يا ربي؟ هي هنا هذا الامر كان احنا حطيناه. ايوه هذا الامر تتذكروا. انه نحكي له انه هي اياها على ال دوت لوج، بس طبعا بده يكون الكوماند هنا اللي بيعمل له سي نفذ الامر بالكونفيج. ممكن تسوي هون هي هي سي سنورت سنورت كونفيج، وبدك تحكي له كمان ناقص دوت على لوك، انك تخزن لي اذا صار عمل لي الاله تخزن لي على فولدر لوك، علشان انا ارجع قصه شو محتويات هذا الفولدر، اشوف شو صار من احداث. وممكن ان اعمل كمان ديناي للاكشن، يعني انه اذا حصل انه استقبلت او تحقق شرط معين من هذه الشروط اللي موجوده في الرولز، في حالة التحقق هذا عملي ديناي، ما تستقبلش هذا الباكيت، او عمل لي بلوك له، او عمل لي خلينا نقول ريجكت، او ما تعملش له الاستقبال. اوكي اذا هاي الرولز هذا الرولز اكشن. فهنا كل واحد يبتدي مثلا جنريت alert، هنا بعمل لوج، عمل لي لوج، او ممكن تعمل له باس بالنور ذا باكيت، او تعمل له اكتيفيت هنا بحيث انه هذا يعني alert and then turn on another dynamic rule، يعني بتشغل رول ثاني بتكون انت نحدده بالاكتيفيت.
والدايناميك آخر أكشن و remain ideal until activated, بحيث إنه هذا الاكتيفيشن بيكون by activation rule. أوكي. من البروتوكول إيش نوع البروتوكول؟ يعني أنت لما تيجي تقول والله شو كمان في عندي بمحتوى هذا رول، عندي أكشن ثم بروتوكول. هنا بال إيش نوع البروتوكول؟ TCP, ARP, IGRP، يعني أنواع هذا البروتوكول. الاي بي ادرس بيكون السورس والبارت زي هنا على تي سي بي بشرط مش من هذا الاي بي، مش من هذا الرينج، يعني المصدر يكون مش من هذا الرينج بس ممكن يكون اني بورت. وحيث بحيث انه الباكيت الصادر من هنا واصل الى هنا اللي هي هذا النتورك الى 192.168.0.40 على بورت 111. كمان بيحكي له هاي سلاش انه الكونتنت لهذا المسج انها قد تحتوي على هذه المعلومات او هذه الشروط. اوكي. اتجاه دايركتري قد يكون بهذا الاتجاه او بالعكس او بغض النظر عن انه اتجاه، يعني هون انا بحط اللي بهذا الشكل معناته مش راح اهتم لانه اتجاه، قد يكون يعني يا طالع من هون الى هنا او من هنا من الجهه الثانيه. صحيح. خلينا من ضمن الرول فورمات نحدد ممكن يعطيه شروط الزيادة، يقول له والله إن إذا تحققت هذه المعلومات الموجودة في هذا مثل إيش بيلود بادي يكون في تحدد له كونتنت معين مثلا يحتوي على جود باي، مثلا يحتوي على سترينج جود باي او بيحتوي على string مثلا check او بيحتوي على command مثلا. ممكن يكون تعمل مع كرو بايت تعطيه انت البايتس، يعني انت بتعطيه ديبلي ان الماشين لانجوج ايش الكونتنت بالبايت، او قد يكون تعتمد على المون بيلود. يعني تحكي ممكن تقول والله اذا كان سايز للفايل يساوي 50 اعطيني الارت، اذا كان الاي بي للفايل يساوي قيمه معينه اعطيني الارت، اذا كان الفلاج فلاج معين تكون قيمته ترو او فولس، اذا كنت بتقول والله بدي هذا الفلاج تكون قيمته ترو اعطيني الارت. اذا ايضا ممكن تكون فورمات تحدد بالضبط مش بكونتين تحت شروط معينة أو بروبرتيز معينة. هلا هنا مثلا alert TCP any تعني إنه إذا كان البروتوكول TCP بغض النظر يعني جهاز اللي باعت لي إياه من أنو بورد، والاستقبال راح يكون على هذه واحد من هذه الأجهزة اللي موجود على هذا النتورك 192.168.0.10، ولاحظ هنا البورس كمان بشرط انه يعني بقول له هنا من انو بورت بس لايش؟ لبورت محدد اي من 1 الى 1023. اذا كان البورتات هذا المسج اذا كان من النوع تي سي بي جاي على اي بورت على هذه الاجهزه من 1 الى 23 اعطيني الرت. This will alert TCP from the any source from any port ولكن محدد الديستنيشن. هنا alert ICMP اذا نوع البروتوكول ICMP
من ال إذا أعطيني عدد في حال يكون البروتوكول اس ام بي 192.168.81 بغض النظر عن البوت، لكن الرسالة تكون واصلة إلى أو الباكت واصلة إلى 192.168.84، وقد يكون المسج تحتوي على بنك. ففي هذه الحالة إذا تحققوا هذا الشرط أعطيني الألرت. هنا بحكي الألرت حدد الـ IP مش محدد، لكن الديستنيشن حدده، ولكن كونتنت للمسج فيها كلمة بنك تي تي ال. إذن إذا كان تحتوي هذا الباكت على بينك وتيكي ال كذا، اعمل لي alert. إذا كانت تحتوي الصوت اعمل alert إذا تحقق هذا الشرط. ونشوف that only whose packet designed for ID 192.168.27 271 and this will generate detect ICMP bank في حال حدوث ICMP bank، فإن الديستنيشن إذا كان معمول على أو مفعل هذا الرول فإنه راح يعطيني أو راح يكتب لي موضوع alert. Another examples of alert. Alert TCP 192.168.112 23. إذا أنا حددت أنا إنه البروتوكول TCP مصدر جاي من 192.168.1.2 و البورت 23، هي هنا حاطط من البورت 23 ورايح على أي جهاز ولأي بورت، بس بشرط الكونتنت تكون فيها كلمة سيكريت أو إنه المسج عفواً هي secret is detected. إذا كانت الكونتنت هذا موجود أعطيني alert. And so on. طب شوف الشرط هذا. إذا المصدر TCP 192.168.1.2.23 ورايحة بأي اتجاه، قد يكون من هذا الاتجاه إلى هذا المكان، ومن هذا المكان إلى هذا المكان. إذن من الـ IP address هذا إلى any IP address أو العكس. بس هلا هنا بشكل إذا حصل إنه الكونتنت للكونتنت الباكيت تحتوي على كلمة سيكريت، فبحال هذا أعمل alert. أترك الباقي. هلا لاحظ هنا إنه إذا المسج بتحتوي على جيت هو أعطاك الأسم كود للجيت الجي والإي والتي. هنا إذا كان السايز أكبر من 6000، وإذا كان المسج large size packet detected أعطيني alert. كل شيء له حسنات وله سيئات. له الصوت limitation it takes some time طبيعي حتى يعمل عملية detection. It does not recognize recording the attack until alarm is triggered. يعني عادة ما من يعني منشغل مثل هيك برامج متوقع إنه إذا حصل أي attack على طول بيصيده، إلا إذا كان ال functions تعطل بسبب ما function هذا البروجرام تعطل. الله يعطيكم العافية. بل ثاني بس أقول المال الموجود بين أيديكم على الويب سايت، فأرجو أنكم ترجعوا لأي وقت.
في عندك امثله كثير وهذه الامثله مطلوبه منك يعني انت هون بتهمني انا قلت لك مثلا هذا الرول واعطيك خيارات تختار الخيار الصحيح او بالعكس اني اقول لك هذا الرول شو يعني وتشرح لي عنه في شيء ثاني هنا في موضوع هسه بنسجله بيحكي عن برنامج سكيل مطلوب منك تسويه